كي عادتها الغرفة تنشط قربة، عنا عروض مسرحية فكاهية، عنا عرض أول للطفي العبدلي ليوم 15 جوان بمسرح الهوى الطلق بقربة، كذلك يوم الخميس اللي بعده باش يكون كريم الغربي مسرحية جديدة هوش موجود يوم 22 جوان بالمسرح الهوى الطلق بقربة، وكذلك عنا تنشيط في بحر قربة باش نجيبوا فرقة يعني غنائية تقليدية لصلاح مصباح وابنه باش يكون دخول مجاني للعموم، كذلك باش تتواصل يعني في إطار حملاتها يعني الإنسانية. عندنا قفة رمضان اللي هي ديجا بديت معناتها من قبل رمضان بأسبوعين، العروض المسرحية اللي باش تكون يوم 15 و 22 جوان باش تكون مداخيل العرض، أرباحها باش تكون لفائدة جمعية مرام لمرضى السرطان، مشاريع متاعنا باش تكون أكثريتها إنسانية.